للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ كريم عبد السلام الكاتب الصحفي. أستاذ كريم، بعد التحية، إدانات عربية ودولية تتوالى على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء، كيف تقرأ هذه الإدانة الدولية المتلاحقة؟ بالطبع هذه الإدانات الدولية المتلاحقة عربيا ودوليا لهذا الحدث الإرهابي الغاشم تؤكد أن الدولة المصرية ليست وحدها في مواجهة هذا الإرهاب الغاشم، كما أن جهودها في مواجهة هذا الخطر الداهم بالنسبة للعالم جهودها مقدرة وملحوظة، وأن العالم كله يقف إلى جانب الدولة المصرية في مواجهتها لهذا الخطر الذي يهدد العالم. قلنا قبل ذلك أن مفهوم الإرهاب أو المفهوم المصري الذي طرحته الدولة المصرية لمواجهة الإرهاب لا يقف فقط عند مواجهة تلك العصابات والشرازم التي ترتكب كالخفافيش أعمالها الإرهابية الغادرة، وإنما يمتد لمواجهة كل من يوفر لهذه العصابات والشرازم الملاذ الآمن والدعم السياسي والدعم اللوجستي والسلاح والمعلومات، ويستقبل جرحاهم كما يستلزم أو تستلزم تلك المواجهة الشاملة نوعا من الاتحاد العالمي في مواجهة التوظيف السياسي للإرهاب. مصر نجحت بمفردها في مواجهة الإرهاب الأسود على مدار سنوات، وحمت أوروبا وحمت المنطقة من امتداد هذه الشرور إلى دول أخرى. صحيح. والآن لا بد من وقفة عالمية أكثر جدية في مواجهة هذا الخطر الغاشم بتفعيل المفهوم المصري الذي أثبت نجاحه على مدى السنوات الماضية وأثبت صواب رؤيته تجاه هذا الخطر الداهم، لأن هذا الخطر اليوم صحيح في مصر ولكنه غدا في أوروبا وآسيا وغيره. وهو خطر يهدد العالم بأكمله. أستاذ كريم، يعني إذا ذهبنا معك إلى اجتماع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كيف تقرأ توجيهات سيادة الرئيس وأيضا الرسالة وراء هذا الاجتماع؟ أولا، مصر على مدار سنوات الأربع الماضية نجحت في تقليل إلى درجة ملحوظة جدا العمليات الإرهابية بفضل الجهود الاستباقية وتضحيات القوات المسلحة وجهاز الشرطة المصرية. اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي كالعادة يلتقي بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة كما يلتقي المجلس الأعلى للشرطة لكي يبحث عن المستجدات في هذا الملف الحيوي. لقد حققنا نجاحات غير مسبوقة على مستوى الردع وعلى مستوى تكثيف المنابع لهذه العصابات وعلى مستوى الضربات الاستباقية. إذن أن تطل هذه العصابات برأسها من جديد، وحتى لو استهدفت نقطة رفع المياه غرب قناة السويس غرب سيناء، أن تطل برأسها من جديد فهذا معناه رفع درجة الاستعداد مرة أخرى ومزيد من الجهود بالبحث عن ما وراء ومن وراء مثل هذا الحادث. الدولة المصرية لا تترك حقوق الشهداء. صحيح. ولا تترك حقوق مواطنيها. صحيح. وعندما يطل أو تطل عصابات الإرهاب برأسها مرة أخرى فهذا معناه مزيد من الضربات المصرية لهذه العصابات ومن وراءها، ولن نسمح بأن يعود مثل هذا الخطر ليهدد أهلنا في سيناء مرة أخرى. هذه هي الرسالة. صحيح. التي صحيح يوجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي رسالة طمأنة للمواطنين المصريين أننا
وهذه هي الرسالة الأهم التي يجب علينا جميعا أن نصطف وراءها صفا واحدا لمواجهة الإرهاب بشكل مباشر. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ كريم عبد السلام الكاتب الصحفي.